الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، بأن تقول في غيبته إنه فاسق، إنه متهاون بدين الله، إن فيه كذا وكذا من العيوب الخلقية التي تتعلق بالبدن، إن فيه كذا وكذا من العيوب الخلقية التي تتعلق بالخلق. فإذا ذكرت أخاك في غيبته بما يكره في دينه أو بدنه أو خلقه فتلك هي الغيبة، هذا إن كان فيه ما تقول. أما إذا لم يكن فيه ما تقول فإن ذلك غيبة وبهتان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي بهته بالإضافة إلى غيبته. هذه الغيبة. والغيبة إذا حصلت في حضور المغتاب صارت سبا وشتما،